وحادمه رنتي ما أنت وترتميان ونلر حاله وشرف ومال ومنصب أنت ببرت كشرتها وكتابك إلهي صلى الله عليه رسوله وأنك عمر بن الخطاب لها وحن وحين أمد دليسن وإلهي كتابك خيسة وكعسة صلى الله عليه رسوله أولا وحرنتي شرفة وضلك إيو دولة نمدى نبو شرفة يضو بشي صونك إنو كتيرنو إنو إلهي كتاب كيسي ويني إني إنو ما موسني أرضي دا كالمهك لدوان كغلاي ترتنكا أي مؤسسة الكرم سوق بطي إيو دولة دهو سهر جيسة وحنوها مبليانا يا أرضي دا كالمها كواد قشي والد كود إيو قدومياش الدقبوين كيكا سعودين يا معلمين تي مراكز تاي كاف الحينبا وحي الله وقبر إيا إنو كرنيقو علمو دالكا يا دادكا يا دين تبا أفعلا وحا قودهان شرف إنو غفلان إنا إنو كتر تبا إنو ونسكو ديري قلين إنو كلام عسى وجل وحكا قيمة بضان ورنتي لكرامي أو لقيمي أنا إنا نتشرين با إنو عاد وحا آدمه رنتي ما أنت وترتميان ونولر راحلي وشرف ومال ومنصب أنت ببرت كترتا وكتابك إلهي صلى الله عليه وسلم قفك قاتانا نولر وراك سبوك نولانيا قفك كتغانا نولر ليدة تبوك نولانيا سدا علمدي هور شيغيساي كتابك الهي شرفت كوجيرتا النبي عليه الصلاه والسلام نو شيغاي الهي سبحانه وتعالى قران كاي نوغو شيغاي لقد انزلنا كتاب فيه ذكركم افلا تعقلون ان كتابك الهي وينو سو دجيي الهي لا مقسم كا وكو دارناي وحا ويان ان شرفت انو كسوغنت من كان يريد العزة فلله العزة جميعا مركا وحي شرف كتابك يا سنة الرسول كأنا هين عندك دونتا يدن بكوها لأجنس وانك عمر بن الخطاب لها وحن وهين أمد دليسن وإلى هاي كتابك كيسة وكعسة يا سنة الرسول عرب ينلش هذا وين وجين كالنتي نلش عالم كيكجترين وين وجين قرهم قريش يا مكان نلش تالي labadii dawladood ee Romanska iyo Persianka markaa dunida ka telinayay waxa ka qashaafi jireen inay yaani ama soo weeraraan ama ay qabsadaan dhul carabiga ah leedahay yaani dal saxara ah oo aan waxba ka bixin oo aan khayraad markaa dhaxoolin oo gudahooga istilaya oo asnaam caabudaya markii dambe waxay noqotay markuu ilaahay kitaabkiisa ku ciseeyay in iyagoo madiina jooga عدو كل قبر دعيوري قوة إلى هاي السن. مركا كل بعشرة دي بتاعن. فرد الدولة ده هوسة وانهم بليانة يا مؤسسة الكرم وانهم بليانة يا كقولهان أن جو حنود على نيد دين تا يضل ك يضد ك. قطب كشرادة دستور كله حشيج واحد كستو دين تا إلهي كور مريا إله وحبك بتشرايه. وعن إلهي هرتي سبلا قاعد دين تا إلهي إنه كشقينا إنه وحيك كلمة ده برتن لقيت شديد شيخ محمد هذا شديد نيجي. هذه المدنان لسيوم الدرسات القرآن أما الله يركض هذه النقطة أما كروين كهذه النقطة أما علي صدى هاي ستيع عقبتها هاي ستان نقطة أما حير إن هلان مدرسته يوم قبها الدين تلقو برتا إيو شريعة إنه هذه النقطة أنت بك قديهان يا قولهان وانو بلن قادر نايدو قدومي يقولو بتشوغو وعن كلمة دنك كفايدة السنة يوم كوكب قبينة يا قولها ديقان كهرقيسة ومضحدي مسؤوليتي يو قدومياشي ما يتشوغان runtii hawl wanaagsan baad ummada u qabateen waxaad u noqoteen rajo wanaagsan waxaad sameysay wadooyin maantana sharaf baad intaa soo shabeel bartan ka sheegay inaad ilaahay kitaabkiisa aad ku darsateen marka caasimada laga hadlayo waxa degan 4 milyan oo qof 4 milyan waxa ay ka baahayeen adeeg kala duwan haday tahay wado haday tahay biyo haday tahay amni haday tahay caafimaad iyo haday tahay waxbarashada waxbarashada aad ka shaqeynaysaan qayb waxa ka ah madaris markaas sida dugsiyada dawliga aad mudnaanta u siiseen ee aad u qurxiseen madrasadaha aad mudnaasiya oo meelaha ilaahay kitaabkiisa lagu dhigarayo iyagana qiimeeya oo qurxiya maanta waxa quraanka aad u qiimeeyseen
أن مدام أو صدح دي أوضي يقدم ياشي باي فرديا أو مايركي يكو حيجينكي يحوغي دولة هوسة أوضي الخير بدنا هو ناكسن وحن سلايا هاي كل با أوضي ميل هدو يستاقى كلمة دي سوا كلمة دردار نونه أن صدح دا أوضي عاصمة دا مسؤول كا وحل إلى الدقة عاصمة دا وأوضي عاصمة دا أن يو ما هم ما يركوا في إنجليز لكن دغوا حلويري وأضيقي مجال ده كتليني يحوج أيه يما يركوا حجين كبا رشدا ونعكسنا دوما ضادون نقطتين جدي هن وحي كل بيد الله سو جد بون هذا يدوك جعمه هيسقاب صدا إلى هاي وحي لسي جدوميال لنيرا أو في فرعون وسي ونعكسنا دي الله شقينا يا رشدا عاصمة دولة ده هاي دتكو إليه وايدينك dad walaala baatiin dad midabaatiin dad wanaagsan baatiin maayir ku xigeenku waa qof aad u qiimo badan oo helu quraana ma xogayaha dawladda hoose isaguna waa qof helu diina oo quraanka ilaahay qiimeeya maayir kuna waa qof aad u qiimo badan marka saddexda oday haday isfahmaan waxaan isleeyahay caasimaduna wax wanaagsan baa u qabsoon meel dheer baad ku socotaan rajo wanaagsan baad leedihiin mustaqbal siyaasi baad leedihiin marka wixii dhexdiina imaada idinku dhameysta dad kana naxdin bay ku noqonaysaa hadaa la ilaado iyaga gudahoogii ba markasta khilaaf ka dhaxteegay una boqimaayo oo wanaag badan baan idinku ognahay sida maanta ba caasimada ugu adeegaysan inaad mustaqbalkana meel ka sareysaad gaadhaan ayaan rajaynaya kelmadeed marka dardaarka waxa weeyaan bir Ramadaan baan ku jirnaa rajadii umada iyo magaalada tihiin wixii gudahiina dhaxyaala gacmaha isku qabsada ilaahay haydin guuleeyo waan idin hambalyeynayna xeerka caasimada kulliba golaha horyaala kaana waa laga shaqeyn doonaa marka waxaan jeclahay gudoomiye ku xigeenki golaha wakiilada ahna odagi golaha isaguna kelmada ducada inuu yiraahdo aduu ku soo dhawaado aanuga taas ka baxayo salaam aleekum maamil ku shubo 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada keenan hadaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Soomaaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0 waa xidmad casriga ah ee keenan waxa kale oo biribirka u bedelan karta internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargeys kadibna dooranaya number 1 keenan macmiil waad ku guuleysatay xidmada keenan oo ku shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah